Is away so afraid all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. There's something came creeping. It told her, don't you worry, girl. I know everyone I know. My mama said, I'll never let you go. You know everything I've been dreaming of. Just tell me that you are everything you want. Oh, I'll be the magic story. أهلا بكم فيديو جديد. والنهارده الفيديو هيكون عن تحديث. هنشوف التحديث الجديد. تعني يا جماعة زي ما انتم شايفين في صورة ناس واقفة حوالين بيت وبجد انا متحمسة جدا 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 نشوف التحديث ايه هو. وهو اصلا بيت. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وسيرة على الجبل عشان تلاقوا الفيديو اللي احنا بننزله. ويلا نبدأ. يلا نبدأ. المهم يا جماعة هنشوف دلوقتي ايه فكرة التحديث وايه الحاجات. فلو انتوا اول مرة تشوفونا يلا سبسكرايب بسرعة لان الفيديو ده بس يوصل 500 لايك. ويلا بينا علشان نشوف ايه هي التحديث. يلا عشان هندخل دلوقتي. ودلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي دخلنا واللعبه دلوقتي بتحمل اهو زي ما انتم شايفين او حملت بسرعه الحمد لله. طبعا زي ما انتم شايفين اهو هننزل تحت في مجموعه الشخصيات دي. ايوه في اب وام وطفله ومسكينه يعني مش ومعاهم البيت ده الجميل التحفه الجميل قوي ده وراهم. هو لونه بني ابيض ابيض بني ابيض بني. ابيض وسقفه بني ماشي يعني معظمه بني. لا معظمه ابيض معايا يا جماعه مش موضوعنا. زي ما انتم شايفين البنت بتجيب طفل راكب على عجله اطفال. انا نفسي فيها اصلا بجد حاجه حلوه جدا 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 جدا. زي ما انتم شايفين هنا 80% مختارين البيت و20% بس مختارين عجله الاطفال. ما اعرفش ازاي بجد العجله تحفه اصلا. المفروض هم كلهم يختاروا. انا بجد متحمسه للتحديث ده عشان العجله. انا ما اعرفش في ايه يعني. وطبعا عشان الاساس بتاع البيت. يلا نمشي نشوف. بص على الاساس هنا في كنبه تحفه تحفه بجد وفي عصير احلى احلى من الكنبه ده. وهنا في ترابيزه عليها شويه عصاير وورد وحاجات كتير. وهنا برضو في مفكات وحاجات ادواتنا في عجله اطفال برضو تانية بس من الاصفر. بجد انا مشفتهاش. وديني استنى لما صورتي بس بتهيألي ان هي بتلزق في الارض ما بتطلعش. مش عارفه هنعرف ازاي بقى. على فكره ممكن تكون مرجيحه برضو. دي مرجيحه. واو لا بس هي عندها حته الاطفال. ايوه ما هي مرجيحه اطفال. ايوه عارفاها المرجيحه بتاعت الاطفال دي. عارفاها وعجلة اطفال بجد. دي جماعة التحديث ده تحفة جدا جدا. وهنا برضو في كرامبتس كتير تحسوا بتلاقي مع الكرامبتس. والاوضة اللي هم حاطين فيها الاساس دي بجد اوضة شكلها تحفة تحفة تحفة. ما كلهم في نفس الحتة. ايوة لان بصي هي في من هنا ازاز كده من ناحية الشمال. ايوة كو في ازاز هنا بس بيهلوا الدنيا الصبح وبالليل وكده. تحفة جدا يا جماعة تحفة جدا بجد. المكان ده تحفة. في حاجات كتير. بصي هنا في سجادة على شكل برتقال شفتيها. حلو. وهنا في دودة وفي اللعبة اللي احنا كنا نفسنا فيها. واو بصي تحت في ارنب راكب على عربية جزرة. وفي والا ما مسكته. بصي النور ده جامد قوي بجد بجد يا جماعة. انا متحمسة جدا للتحديث. مين متحمس زينا؟ اكتبوا لنا نسبة حماسكم في الكومنتس بسرعة يا جماعة عشان احنا انا متحمسة جدا جدا جدا. تعالوا ننزل تحت كده نشوف ايه كان الحاجات. هنا بصي في بيبي كده وبونبوني وساندوتش. اكيد دي الحاجات اللي هما هيبقوا ضايفينها. واو بونبوني وساندوتش و زبده الفول السوداني دي انا بجد بحبها جدا. انا بس وعصير وببرونه وبونبوني وتاني نونا بقى والحاجات دي كده يعني مش بجد انا متحمسه جدا جدا للتحديث. ونسبه حماسي ليه بقت مليون بعد ما شفت الحاجات التحفه اللي توكو كده ضايفاها. هو اصلا كده كده حلو. هنا بقى شويه ورق كده كيكه ومش عارف ايه مش مهم. بصي يا جماعه انا عشان قاعده بمعكوس الموبايل يعني الموبايل باصص لروضه فانا مش هعرف اقرا لكم. و مش مهم رسالة. ما كلام كتير جدا اصلا. وبعديها تحت بقى التحديثات القديمه فمش مهم. مش لا دي حاجات مش تبع التحديث الجديد. أيوة. ف هنا بس هم دول بس الحاجات. هي دي الحاجات اللي منزلها للتحديث اللي أنا هي تخلي الواحد يتحمس جدا جدا اصلا جدا. هي عجله الاطفال مليانه مليون
اما بقى يا بقيت جماعه البيت تحفه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان البيت جميل جدا ويحتاج طبعا افلام كتير جدا، ومتحمسه نصور في افلام. بالنسبه لي لو انا كنت بصور افلام وكده لوحدي هصور كل الافلام فيه. فاكتبوا لنا يا جماعه ايه عايزين افلام ايه كتير جدا 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 تبقى في الكومنتس بسرعه عشان نعملها كلها في البيت الجديد ده. اي فكره فيلم عندكم تكتبوها لنا في الكومنتس وهنعملها كلها. واكتبوا لنا كمان تحديات لو عندكم عشان عايزين بقى مفاجات ل 100,000 كتير جدا كده. وطبعا انا خايفه ما يبقاش دورين. هو طبعا احنا خايفين نقول ان هو دورين فتوكا بوكا تقوم تضحك علينا زي كل مره. كل مره احنا بنعمل كده وهما بيطلعش دورين بالظبط. فبس يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتس افكار بقى انتوا عايزين نعملها. وبس كده نكون وصلنا للفيديو ده عشان ننهي بقى. بس تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تذكروا كل فيديو هننزله. وتابعونا في فيسبوك وتيك توك وانستجرام كلهم في الديسكربشن بوكس، او تبحثوا عننا باسم توكا بوكا ورلد عربيك او توكا بوكا ورلد في التيك توك 7777 47 توكا بوكا ورلد 47 في التيك توك، وفي الفيسبوك والانستجرام توكا بوكا ورلد 4. وبس ايه تاني بعدها؟ بس كده باي. اكتبوا لنا كل الكومنتات اللي انتوا عايزينها وبلا بلا يا جماعه. اكتبوا لنا انتوا متحمسين قد ايه؟ 100 ولا 70؟ هنعمل فعاليه سريعه كده. نسبه حماسكم هي نسبه الشحن بتاع الموبايل بتاعكم دلوقتي. انزلوا اكتبوا في الكومنتات نسبه الشحن بتاع موبايلكم وهي دي نسبه الحماس بتاعتكم. وبس يلا نشتغل بقى احنا عشان الفيديو بقى. وبس كده باي.